السلام عليكم، أنا مشاري العبادي من قناة ديفول الشادي. بهذا الفيديو أنا حاب أعلق أو أحكي عن شغلة بتهمني أنا شخصيا، كوني من الناس اللي بيحبوا موسيقى الهيفي ميتل. وهذا الموضوع ببساطة جدا هو مجرد تعليق أو توضيح لموضوع أنا شخصيا بشوف إنه في كثير كلام ممكن نحكي عنه تخبيص بالعامية، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا، خصوصا على موقع يوتيوب بالذات. ببساطة شديدة، على يوتيوب زي ما احنا عارفين كلنا بتنتشر مقاطع ملهاش أي فايدة في الدنيا، أو معلومات كثيرة فيها أخطاء. زي مثلا ممكن تسمع، مثلا ممكن تسمع أي خبر، مثلا يحكي مثلا أنا صارت مثلا طلعت على الفضاء باستعمال حبة جبنة. تسألنيش كيف، خلص المعلومة هاي على النت وخلص، واحد حط المقطع ومفيش حدا بعرف المصدر. فالنقطة اللي بدي اوصل لها هون اني انا كوني شخص بحب الموسيقى الهيفي ميتال، حاب اوضح من وجهة نظري الشخصية، او حاب اشرح ليش بنحب موسيقى الهيفي ميتال، او ليش هي مثلا مش عبادة شيطان، او هي عبادة شيطان يعني حسبي، يعني انت وجهة نظرك يعني. وفي البداية قبل ما نبلش كمان حاب اوضح، اذا انت حاب تنتقد مثلا الفكرة تاعيتي، او مش عجبكاش كلامي، او شايف كل كلامي تخبيص، انت لك كامل الحرية مثلا في التعليقات انك تعلق كيف بدك اياه. هذا اشي طبيعي ما بنختلف عليه، ولكن اتمنى بدون سب يكون، ويكون كل واحد يحكي اللي بده اياه لانه يلا. طيب، وطبعا بالفيديو هحاول ابسط الموضوع على قد ما بقدر، خصوصا للناس اللي ما بيسمعوا موسيقى هيفي ميتال، هم بس بيسمعوا انها عبادة شياطين بدون ما يتأكدوا، او ممكن نحكي انه وصلتهم فكرة غلط عنها. تمام، يلا نبلش. طيب، شو الهيفي ميتال؟ الهيفي ميتال ببساطة هو نوع من أنواع موسيقى الروك. تمام؟ طبعا بدون طبعا تفاصيل كثيرة، هم مجرد موسيقى ممكن نحكي إنها أسلوبها سريع جدا، والغالب تحمل طابع ممكن نحكي عنيف أو ثورة أو شيء زي هيك. فهي على او الاغلب موسيقى الهيفي ميتال بشكل عام بتناقش قضايا مجتمعيه، بتناقش مثلا نحكي مثلا ثورات، يعني شغلات زي هيك يعني. فموسيقى الهيفي ميتال بشكل عام موسيقى ثوريه. وطبعا في انواع كثيره جدا في موسيقى الهيفي ميتال، زي ديث ميتال، في بلاك ميتال، في انواع بالهبل للميتال. تمام، طبعا متجاي انا احكي شو انواعها، ولكن اللي بدي اوصل لك هي انه اشي كبيره كثير، وهي الموسيقى لها فروع كثيره ومش اشي واحد. طيب، اظن هون انك انت استوعبت انه الميتال مجرد موسيقى فقط، يعني مش عبادة الشيطان زي ما بتسمع ولا شيء، مجرد نوع من انواع الموسيقى. طيب، هسه هنخش على الاسئلة اللي هي هتكون زي كأنه في سؤال وجواب. ماشي، نفترض مثلا انه انت شخص عندك اسئلة انا هجاوب عليها. تمام، طيب، السؤال الاول، طيب اذا كانت اغاني الميتال مجرد اغاني، ليش اغلب الاغاني تعيتهم تحمل نوع بخوف او اسلوب بخوف، وليش اشكالهم تشبه اشكال الشيطان؟ الشيطان باختصار شديد هذا الكلام غير صحيح. تمام، بسبب واحد، لانه زي ما انا حكيت بالاول انه مقاطع يوتيوب اللي على النت، خصوصا اليوتيوب العربي، بتاخذ بس او ممكن نحكي بتختار ناس معينين، زي مثلا مارلين مانسون او الاشكال هاي اللي بيعملوا اشكال بتخوف. فهم بيتركوا الناس اللي اشكالهم عاديه وبيجيبوا ناس بتخوف عشان يثبتوا وجهه نظرهم انهم عباد شيطان. نعطي مثال، في فرقه اظن انها تونسيه اسمها ميراث، اظن الناس اشكالهم عاديه، ما هم كمان عرب مثلا كمان، واغلب في كمان اغاني لهم بالعربي. فهذول هم مثال، مثلا على سبيل المثال اشكالهم لا بتخوف، اشكالهم عاديه، وعرب زينا زيهم، ويمكن كمان مسلمين. وفي بلايين، مش بلايين، مش بس الوف، بل حتى يمكن الغالبيه العظمى اشكالهم عاديه. ولكن طبعا زي ما انا حكيت بالاول، الناس اللي بدهم مثلا يعملوا فيديو او شيء بيختار اشكال معينه او ناس معينه عشان يوصلوا لك الفكره انهم عباد شياطين. فهاي الشغله اصلا مش شبهه اصلا ضد الموسيقى الهيفي ميتال. ونعم، في منهم فعليا بيستعملوا اشكال شياطين وكذا، او اشكال مخلوقات مخيفه عشان يجذبوا الناس، انه مثلا احنا اشكالنا غايبه تعالوا شوفونا وزي كذا، زي ما واحنا زي ما بنعرف انه كل اشي غريب الناس بتحبه. تمام علي؟ نفترض جدا نفسنا مثلا انت قاعد على يوتيوب، اجالك مثلا فيديو مكتوب عليه مخلوق عجيب يظهر من سطح مش عارف شو الحمام، انت هتفوت على الفيديو لانه خلص في مخلوق هيطلع من الحمام على الغالب، يعني ما بعرفش عنه. وفيديو جنبه مكتوب عليه مش عارف البوم مش عارف مين الجديد، طبعا انا حتفوت عليه الفيديو الغريب جدا اللي انت حتعرف شو هذا الاشي اللي طلع، ولا حتفوت على الاشي الواضح ايش هو؟ الغالب حتفوت على الاشي الغايب، وهذا هو اللي بدهم اياه.
الغالب يعني. وفي منهم زي ما قلنا مارلين مانسون، مو بأخذوا الأشكال هاي الغايبة إنه عشان كيف أحكي لها لامس للثورة وش زي هيك، إنه للغضب، فاهم علي كيف؟ لأن زي ما حكيت بالأول أغلب الأغاني بتكون مركزة على إنها تكون مثلا أغاني بتناقش قضايا مجتمعية، ممكن حتى قضايا دينية أحيانا، ولكن مش كثير، الغالبية بتكون قضايا اجتماعية، أحداث، أشياء زي هيك. طيب أنا حابب بس إنك أنت مثلا اقتنعت بوجهة نظري هاي، طبعا متأكد 100% إنك اقتنعت، ولكن حابب إنك اقتنعت. وندخل بالسؤال الثاني. طيب يا أستاذ شادي، أفهم من كلامك إنه مثلا مغني كبير كثير، وهو واحد من أكبر المغنيين الهيفي ميتال، وحتى غني كلهم مترجم العربي اللي هو مارلين مانسون على سبيل المثال، ما بيمثل الميتال. أنا حاول أجاوبك ببساطة جدا. نعتبر مثلا نفسه في مسلمي داعشي، تمام؟ هل هذا بيعني إنه كل المسلمين دواعش؟ جواب لا أكيد. فهذا التعميم هذا إشي تافه فعليا، تمام؟ مارلين مانسون مثلا زي ما أنا حكيت قبل شوي، هو شخص مثلا ملحد حسب ما بعرف، شخص بكره الكنيسة، تمام؟ بيعمل كثير شغلات غايب، وبيعمل شكل بخوف، بيسمي حاله الأنتي كرايست. فما بصيرش إنك تاخذ مثال زي هذا وتطبقه على باقي الناس، أو من وجهة نظري على الأقل يعني، إنه التعميم مش كويس. طيب ممكن كمان تكون شخص مطلع وتحكي لي، طيب يا أستاذ ما هو أنت كمان أنت بتحكي إنه إحنا عندنا كذا وكذا، ولكن أنت ما حكيتش إنه كمان عندنا جانب موجود هي فكرة إنه مثل الموسيقى شيطانية. وحجاوبك الجواب نعم، ولكن الأسباب اللي عندنا تختلف على الأسباب اللي عندهم. يعني عندنا جانب في أسطورة مغني، طبعا أنا للأمانة نسيت اسمه، حكتب اسمه هون ولا هون أول ما أتذكر اسمه، طلعت له قصة إنه كان مغني فاشل ما حداش يسمع أغانيه، فجأة بلش يعزف بأسلوب حلو وصار الكل يسمع أغانيه، وحسب كلامه هو إنه تعاقد مع الشيطان والشيطان أعطاه موهبة وما بعرف شو، وهو بعد هيك إيش سوى؟ غنى أغاني للشيطان كتمجيد إله. طيب أنا هون حوقف شوي. اللي حكى لك القصة مغني، تمام؟ المغنيين أغلبهم بدهم يشتهوا، بدهم يعملوا حواليهم هالة. هل من المنطقي اني اصدق واحد انا اصلا ما بعرفوش وما قعدتش معاه؟ جواب لا. طيب انا صدق ليش؟ وغيرك بنضل نحكي نفس قصه التعميم، اذا واحد صار فيه هيك شيء ما بصير نعمم على الكل. وطبعا حاب انوه هون لإشي، انه في قناه دي دبليو الالمانيه عملت وثائق كامل عن الموضوع مدته ساعة أظن، موجود على يوتيوب على قناتهم الرسمية، حط اللينك بتاعه بالوصف عشان تشوفه، عشان الموضوع لأنه كبير كثير. ولكن أنا من وجهة نظري الشخصية الموضوع ما بيستاهل كل هالحكي، ولا بيحتاج فيديو ساعة، هو فقط شخص حكى كلام يجيب دليل على الكلام بس بكل بساطة. طيب ممكن شخص ثاني يقول لي، طب يا أستاذ شادي أنا معاك المثل، طيب خلص مش عبادة الشياطين وأشكالهم اللي بتخوف هاي مش دليل على إشي، لأنه أغلبيتهم أشكالهم عادية، والأغاني والموسيقى هاي ممكن نحكي مثلا مارلين مانسون بيمثل حاله كونه مغني مستقل الخ، والباقي المغنيين لا واغانيهم كويسه، ولكن هذا ما بينفي انه الاغاني حرام. اول اشي انا مش شيخ، تمام؟ وما تحشفش اللحيه تقول لي شيخ، انا مش شيخ، ما بقدر افتي لك واحكي لك انه حلال ولا حرام. ولكن اللي انا بعرفه شخصيا من الابحاث اللي عملتها ان الموسيقى عليها خلاف بين علماء الاسلام، فما بصيرش انك تيجي مثلا تقول انها حرام وفي عليها خلاف. طبعا انا مش شيخ زي ما حكيت، وحط في فيديو طبعا لو اسمه عبد الله رشدي اظن عمل فيديو عن الموضوع الاختلاف هذا، واذا بدك تشوفه رابطه بالوصف. انا مش شيخ، ولكن بعرفه انه في اختلاف وانا مع الله اللي بحلل، فتمش حالك صايع بالتعليقات وبس. هذا هو كل الفيديو، طبعا الفيديو بسيط جدا جدا لانه انا حاولت للامانه اختصر فيه، وطبعا انا من زمان ما سجلت فيديوهات على يوتيوب فعشان هيك انا ملخوم شوي، ولكن ما علينا، ان شاء الله يا رب تكون الفكره وصلت تعيتي، انه المثل مجرد موسيقى عاديه، اما الكلام انهم عبده شياطين وهذا الهبل هذا كله حكي فاضي. نعم في منهم ملحدين، في منهم ناس بكفر، ولكن هي ما بصيرش نعمم على الكل، ونعم في منهم ناس اشكالهم بتخوف، ولكن بعض ما بصيرش نعمم على الكل، لانه في بلايين المغنيين اللي اغانيهم كويسه الاشكالهم عاديه ما فيهم ممكن نحكي شيء. وكمان انا متاكد 100% انه في كثير تعليقات هتيجي السلبيه على المقطع، وطبعا انا متفاهم هذا الاشي لانه في طبعا كثير هبل على يوتيوب عن الميتل من قنوات كبيره كثير عندها ملايين بالبلايين الناس اللي ممكن تسمع اي كلام بدون حتى ما تفكر فيه. فعشان هيك انا متقبل كل راي او نقد منك او منها، ولكن اتمنى يكون اسلوبي كويس. وفي النهايه اذا حاب تناقش معي بالكلام او حاب تعلق على اي اشي او حاب مش عارف تتابعني، حسابي بالفيسبوك حتلاقيه بالوصف، اذا حاب بدك اي شيء تابعني عليه او اسالني او علق او تعسب علي على الفيس، ما تسبش علي بس يعني وبس يعني.
يلا I see you in next video. Bye. Bye.